بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، من هو سيد المرسلين؟ إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هناك إشارة لطيفة في القرآن أن خاتم الأنبياء والمرسلين هو النبي محمد الذي عاش 63 سنة. احفظوا هذا الرقم رجاء، لأننا سنكتشف معجزة لطيفة تقوم على عمر النبي الذي هو ختم الله به الرسالات وختم عمره ب 63 سنة. أحبتي في الله، لو تتبعنا في القرآن كلمة المرسلين آخر مرة وردت في آخر قبل آخر آية من سورة الصافات، وسلام على المرسلين. هنا آخر مرة وردت كلمة المرسلين في القرآن، وسيدهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قمنا بعد الآيات من أول القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم 1، الحمد لله رب العالمين 2، الرحمن الرحيم 3، مالك يوم الدين 4، إلى أن نصل إلى هذه الآية التي ذكرت فيها كلمة مرسلين آخر مرة، وسلام على المرسلين، نجد عدد الآيات بالضبط من بسم الله الرحمن الرحيم إلى وسلام على المرسلين 63 ضرب 63 بالضبط، وهو عمر النبي صلى الله عليه وسلم.